هل تخيلت وجود امرأة تستطيع رفع ساقيها إلى رأسها؟ أو امرأة تمتلك أظافر بطول 8 أمتار؟ وهل كنت تتوقع وجود امرأة تستطيع إخراج عينيها؟ أو امرأة أخرى تملأ الثقوب كامل جسدها؟ والأغرب من ذلك وجود فتاة عشرية على شكل طفلة. فإن كنت مهتما لمعرفة حقيقة هذه النسوة فابقى معنا. لكن قبل ذلك أعزائي المشاهدين، نود أن نذكركم ألا تنسوا دعم المقطع بلايك والاشتراك في القناة ووضع تعليق محفز لنستمر بتقديم المزيد من الفيديوهات إن شاء الله. ماندي سيلرز هي امرأة بريطانية عرفت بكونها صاحبة الساق العملاقة، حيث يبلغ وزن ساقها أكثر من 100 كيلوغرام. فتعاني ماندي سيلرز من مرض يسمى بمتلازمة بروت بوس، وهو مرض نادر يصاب به 120 شخصا فقط من بين جميع سكان العالم. والغريب بالأمر أن ماندي سيلرز اضطرت لبتر ساقها اليسرى، ولكن عادت ساقها للنمو مرة أخرى بعدما تم بترها حتى وصل وزنها إلى 20 كيلوغراما. فسبحان الله. كيم جودمان هي امرأة غريبة ومخيفة نوعا ما. فتعيش كيم جودمان في مدينة شيكاغو الأمريكية، وهي تعد من أغرب النساء في العالم، وذلك من خلال ما يمكن أن تقوم به من حركات غريبة. فهي قادرة على إخراج عينيها من مكانهما بمقدار 12 ملم، مما مكنها من الفوز بالمسابقة العالمية لبروز مقلة العين حتى ذاع صيتها أكثر. فحصلت أيضا على لقب أبعد مقلة عين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لعام 2007. فما رأيكم بهذه المرأة؟ جيوتي أمجي ولدت جيوتي أمجي سنة 1993 في ولاية مهاراشترا الهندية، فعرفت في بلدها وفي العالم أجمع بكونها أقصر فتاة في العالم، إذ لا يتعدى طولها 64 سنتيمترا، وهي بمثابة طول طفل بعمر 2 فقط، لتدخل بهذا الطول موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأصغر مراهقة في العالم من حيث الطول، كما أن وزنها لا يتعدى 5 كيلوغرامات، وهي تعد أيضا أحد نجوم الأفلام السينمائية. فمن يراها يظن بأنها طفلة في حين يبلغ عمرها 27 عاما. فسبحان الله. ميشيل كيش ولدت ميشيل كيش في ولاية إلينوي الأمريكية، وعلى الرغم من شكلها الطفولي إلا أنها تبلغ من العمر 20 عاما. فتعاني ميشيل كيش من متلازمة هيلرمان ستريف، وهو مرض نادر للغاية يسبب تشوهات بالوجه وقصر في القامة، ويسبب حالة نادرة في توقف النمو لدى المصابين به، إذ أنه لا يوجد سوى 250 حالة من المصابين بهذا المرض في جميع أنحاء العالم. إلا أن ميشيل تحاول التعايش مع هذا المرض، فتطمح بأن تصبح طبيبة أطفال في المستقبل. جوليا جنتل وتلقب أيضا باسم المرأة المطاطية، ولدت جنتل في روسيا وتبلغ من العمر 28 عاما. تمكنت من خطف الأضواء سريعا بعد مشاركتها في أحد الاحتفالات في موسكو، وهي تتباهى بقدرتها على تحريك جسدها في أوضاع شبه مستحيلة، فيصعب على أي شخص آخر تنفيذها بتلك الاحترافية دون أن يكسر عظامه، فهي فريدة من نوعها. يتميز جسدها بمرونة عالية مما يمكنها من القيام بحركات غير عادية وكأنها لا تمتلك عظاما. فقد حصلت جوليا جنتل على لقب المرأة الأكثر مرونة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. فما رأيكم بهذه المرأة؟ إليساني سيلفا هي فتاة برازيلية تبلغ من العمر 18 عاما، وهي أطول فتاة مراهقة في العالم، إذ يبلغ طولها 2.6 سنتيمترات. في فترة من حياتها قررت إليساني التوقف عن الذهاب إلى المدرسة، كونها لم تستطع الجلوس في حافلة المدرسة بسبب طولها المفرط. وما شد انتباه الناس إليها هو عندما خطبها صديقها الذي لا يتعدى طوله 1.62 سنتيمترا. ألان ديفيدسون
أما عن إيلين فهي غريبة للغاية، ولدت في عام 1965 في البرازيل. فتعد إيلين ديفنسون من أكثر النساء الممتلئة بالثقوب، حيث يبلغ عدد الثقوب في جسدها 4225 ثقبا، لتدخل بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية لسنة 2003 كأكثر امرأة يغطى جسمها بالثقوب، حتى أطلق عليها لقب المرأة المثقوبة. فما رأيكم أصدقائي في هذه المرأة؟ لي ريدموند. تعيش لي ريدموند في ولاية ياتو الأمريكية وهي تبلغ من العمر 80 عاما، فقد أبهرت العالم بطول أظافرها، حيث تجاوز طول أظافرها 8 أمتار و65 سنتيمترا، فدخلت بذلك الطول موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول أظافر في العالم من بين جميع النساء، حيث استغرقت لي ريدموند أكثر من 30 عاما في الاعتناء بأظافرها حتى أطلق عليها لقب صاحبة الأظافر. ولكن للأسف فقدت لي ريدموند مكانتها في موسوعة جينيس بعدما تعرضت لحادث سيارة مروع أدى إلى تمزق أظافرها. ماسي كورين. ماسي كورين هي فتاة مراهقة تبلغ من العمر 17 عاما، ولدت في ولاية تكساس الأمريكية، فهي تنتمي لعائلة طوال القامة. فتمتلك ماسي كورين ساقين طويلتين، إذ يبلغ طول ساقيها 1 متر و34 سنتيمترا، في حين بلغ طول قامتها أكثر من مترين، وهو ما سمح لها بدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية لامتلاكها أطول ساقين في العالم. فتعاني ماسي كورين من الصعوبات في حياتها بسبب طولها المفرط، حيث أنها لا تستطيع ركوب السيارة كالبقية. التوأم جوري وجويس ماغنيسو. هما توأمان ملتصقتان ببعضهما البعض في منطقة الجبين، وهي حالة نادرة جدا، إذ يقر الأطباء المختصون أنه من بين 100 مليون ولادة نجد حالة كهذه تظل على قيد الحياة، مما أثار استغراب الأطباء والمحيطين بهم. فالفتتان جوي وجويس البالغتين من العمر 10 أعوام يحتاجان لإجراء عملية جراحية في غاية الخطورة بتكلفة تقدر بأكثر من 100,000 دولار لفصلهما، وهذا ما جعل المعاناة تزداد أكثر، إذ أن والديهما يعانيان من ظروف مالية صعبة للغاية. كاثي يونغ، أو كما يسمونها السوبر الرقيقة. تعودت هذه السيدة على وضع مشد خاص على حزامها لمدة تتجاوز 25 سنة، وهذا ما أكسبها خسراً نحيفاً جداً، إذ يبلغ محيطه 38 سنتيمتراً، لتدخل بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية كصاحبة أنحف خصر في العالم. ومن يراها يظن أنها مريضة، ولكن في حقيقة الأمر هي في صحة جيدة ولا تشتكي من أي مرض. في النهاية أصدقائي، أخبرونا في التعليقات من هي أغرب شخص من بين هؤلاء النسوة، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمشاهدة المزيد من الفيديوهات على قناتنا.